الخير، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقه الخاصه التي نقدمها من العاصمه المغربيه الرباط بمناسبه انعقاد الدوره الخامسه للبرلمان المتوسطي. ضيف الحلقه هو السيد محمد ابو العنين رئيس البرلمان المتوسطي. استاذ محمد، مبروك اختيارك رئيس لهذا البرلمان، وتحدثت منذ قليل عن افكار كثيره، ولكن بما ان منطقه المتوسطي تضم عدد كبير من الدول وخاصه دول الجنوب، هي دول ناميه او فقيره، ما هي خططك وطموحاتك في هذا الشان؟ يعني انا هختلف معاك ان دول الجنوب هي دول فقيره، هي فقيره حاليا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حباها بامكانيات كبيره جدا، امكانيات اقتصاديه اولا في شبابها، لأن عندها كم كبير جدا من الشباب، الأعداد العمرية الشباب من 15 إلى 25 سنة أكثر من النص، فده يبشر أن الطاقة البشرية كبيرة، ودي الطاقة اللي ممكن في المستقبل هي تتلقى التكنولوجيا الحديثة وتقوم بعمل الاستثمارات وعمل التشغيل وعمل المشروعات في كل ناحية الحياة. الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في المنطقة موارد كثيرة، ودي موارد بطبيعتها موارد حيوية يمكن أن تعظم فيها القيمة المضافة. تعظيم القيمة المضافة اللي موجودة لما نتكلم على مستقبل القرن كله في الطاقة، الطاقة الشمسية بنتكلم على 4000 ساعة شمس في السنة، وعلى كل متر من الأرض في جنوب المتوسط يمكن أن أنت تعمل عليه سولار سيستم أو الطاقة الشمسية تصنعها. لو صنعت الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط وباستثمارات شمال المتوسط او باستثمار اي مكان تاني وصدرت هذه الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه ميزتها انها طاقه متجدده، الماده الخام فيها ببلاش مجانا. لما بتيجي تعمل طاقه كهربيه النهارده من الغاز الطبيعي بتدفع ثمن الغاز الطبيعي، بتعمل ثمن النيوكلر النووي بتجيب ثمن اليورانيوم، فاي مصدر من مصادر الطاقه له تكلفه في الخام بتاعته، مواد الخام بتاعته. الطاقة الشمسية صحيح الاستثمارات المبدئية بتاعتها عالية، لكن الخامة بتاعتها مجانية، وبالتالي الشمس ال 4000 ساعة اللي موجودة على مدار السنة مادة خام ببلاش، غير بقى الثروات الطبيعية اللي موجودة تحت الأرض وفوق الأرض، والموقع الفريد اللي موجود اللي بيحكم 30% من التجارة الدولية، السواحل اللي موجودة اللي تنفع للمزارات السياحية، لا في كفاءات وكميات كبيرة جدا من الاستثمارات يمكن أن تعظم فيها القيمة المضافة لو أحسن التخطيط لها ولو تم تسويقها صح ولو تم التزاوج ما بين تكنولوجيا الشمال ورأس رؤوس الأموال مع إمكانيات الجنوب. صحيح هو فقير دلوقتي وصحيح هو طالب الهجرة، لكن الاستثمارات الحديثة والفكر الجديد هيؤدي إلى استقرار الناس في بلادها وقلة الهجرة اللي بتسافر، وفي نفس الوقت تعظيم القيمة المضافة. بقى هتشوف بقى كل استثمار دولار يقدر يجيب مع ممكن يوصل لثلاثة واربعة وعشرة حسب القيمة المضافة فيه. أيضا دول شمال المتوسط معظمها الآن يمر بأزمات مالية نتيجة الأزمة المالية العالمية، ما هي أفكارك لاحتواء هذه الأزمة حتى لا تؤثر على الجنوب وعلى الدول النامية؟ فعلا يعني لو شفت الكم المديونية اللي موجود لدول شمال المتوسط والأزمة المالية العاتية اللي يعني أثرت فيهم كلهم بلا استثناء، هتشعر أن انفراجة الأزمة في الجنوب، لأنه الجنوب بثرواته اللي موجودة وبإمكانيات الشمال العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعمل قيمة مضافة زي ما قلت لك. ده عايز حد ياخد قرار سياسي عشان ينظر إلى أهمية الجنوب نظرة أخرى. هناك بعض الدول اللي بتنظر نظرة واقعية، في بعض الدول بتقول لك لا خلينا نروح شرق اوروبا، خلينا نركز عندي يعني. الاولويات وترتيب الاولويات عنصر حاسم في المنطقه. فكر جديد اقتصادي يؤثر على عمليات التنميه في المنطقه كلها مطلوب، فكر غير تقليدي، مبادرات جديده غير مطلوبه. هو تم خلق اليات جديده وتم خلق افكار ورؤى واتعمل فند واتعمل افكار ودراسات عاوزين نفعلها. اتحاد الاجل المتوسط مؤتمر مهم جدا اتعمل قبل كده من سنتين، والرئيس مبارك بذل فيه مجهود كبير جدا مع الرئيس ساركوزي، وراحوا وجمعوا كل رؤساء المنطقه كلها وحطوا بلان
والبلان ده لازم في نهايته بتنتقل الدورة إلى دول أخرى، وانتقال الدورة إلى دول أخرى محتاج تقييم. عملوا الآليات المطلوبة، السكرتارية بقت في برشلونة موجودة، محتاجة بادجت، محتاجة بادجت كبير يكفي أعمال السكرتارية في عمل الدراسات وعمل التقارير وعمل التوصيات وتفعيل ذلك، وعملية رسم عملية الاتصالات ما بين الدول الشمال والجنوب أو الجنوب والجنوب والشمال والشمال. في عمل مهم جدا لازم تقوم به السكرتارية دي، عاوزة دعم. هناك من لا يريد دعم هذه السكرتارية. النهاردة المشكلة الرئيسية إن مشكلة النزاع العربي الإسرائيلي بدأت تسيس وبدأت تلقي بظلالها على كل تعاون اقتصادي. فدام القادة ما اجتمعوش يبقى الوزراء مش هيجتمعوا في التخصصات المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية والاستثمارية، مش هيجتمعوا، توقف العجلة، وده غلط. أنا كل ما أريده النهاردة إن احنا نكون قوة دافعة للسلام، قوة دافعة للنماء وللرخاء، قوة دافعة تقول يا أهل المنطقة اتحركوا، لأنه كل يوم بيعدي خسارة أكبر. ده التقدير المبدئي للعشرين سنة اللي فاتت للخسارة اللي وقعت على جنوب وشمال المتوسط نتيجة الحروب والنزاع قدرت بعشرين تريليون دولار. لو العشرين تريليون دولار دول موجودين وأنفقوا في جنوب وشمال المتوسط على استثمارات وعلى تنمية وعلى مشروعات، ما كانش هناك فقر، ولا كان هناك هجرة، ولا كان هناك مشاكل بيئية، ولا كان هناك كل هذه المشاكل شوفناها، ولا إرهاب. لكن طول ما في مشاكل النهاردة وفي فقر في الإرهاب معنا. فإحنا بنتكلم على رؤية جديدة ندفع فيها ونناشد فيها أطراف القضية عشان يخشوا إلى المفاوضات وبالتزام الشرعية الدولية وباحترام الحقوق لكل منهما للآخر، ويترسم خريطة طريق جديدة، برنامج مدروس محدد فيه الأهداف والرؤى، محدد فيه المطالب من كل طرف، محدد فيه توقيتات التنفيذ. والقوى العالمية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والرعاية الدولية قاعدة بتراقب وتفضح من يحاول إخفاء الحقيقة أو التباطؤ أو عمليات التعنت اللي بتحصل، اللي بترجي عمليات المفاوضات أو بترجي عمليات الحل السلمي. مش عاوزين نشوف مرة أخرى إرهاب، مش عاوزين نشوف مرة أخرى عمليات دمار وخراب. كفاية كفاية 60 سنة من الحروب والدمار، خلونا نتكلم على سلم وعلى رفاهية وعلى تقدم. تنمية أستاذ محمد، مشروع البنك الجديد الذي تحدثت عنه، ما هو الهدف من هذا البنك؟ كيف سيمكن تمويل البنك ودور البنك في تنمية منطقة المتوسط؟ البنك اللي بتكلم عنه هو بنك شامل، مش البنك التقليدي. البنك الشامل ده البنك بيقوم بعمل الدراسات وتمويل المشروعات اللي اتفقوا على دراستها وتوطين هذه المشروعات وتقسيم أدوار المشروع، المشروع يتحط فين وينتج ايه ويتباع لمين، وتمويل كل مراحل البيع. ده البنك الشامل. فإذا كان هناك فكر لعمل بنك يخدم التنمية في نطاق الأورو المتوسطية، هيكون يجمع فيه كل القدرات المالية والتمويلية اللي جت المفرقة النهاردة. النهاردة في 22 مليار يورو متاحين، لكن بتتنزعهم جهات مختلفة وما فيش رابط بين الجهات دي ولا رابط بين التمويل هو البنك ده بقى لو عمل العملية دي كلها تصب فيه الأموال دي وتطلع من البنك ده على الكل. قد تكون هناك منح تطلع من البنك، قد تكون هناك أسعار فائدة مدعومة تطلع من البنك، قد تكون هناك خدمات من البنك لدراسات مجانية تؤتي بمشروعات للبنية الأساسية ومشروعات تنموية تهم الشمال والجنوب مع بعض. أستاذ محمد أبو العينين، تم اختيارك الشخصية الاقتصادية للعام الحالي عام 2010، فبما أنك الشخصية الاقتصادية لعام 2010 أريد أن أتعرف على آرائك في بعض الموضوعات التي نوقشت بالنسبة لمنطقة هي ضمن منطقة اليورو وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال المنتدى الذي كان منعقدا هنا. أثيرت مشكلة أنت أثرتها أيضا ولك أبحاث ودراسات، أمن الطاقة والطاقة وهي أحد المشاكل الرئيسية، ومشكلة نقص المياه وخطورة نقص المياه على هذه المنطقة. كيف ترى أثر مشكلتين؟ طبعا مشكلة المياه دي مشكلة حيوية وفي منتهى الخطورة، لأنه المياه دي الحياة، ومن غير مياه مفيش حياة. فيعني استهلاك وترشيد الاستهلاك، أفكار غير تقليدية بالنسبة للطرق الزراعية في
في ناس بتبذر المياه بطريقه الغمر وده بياخد كميه كبيره جدا، في تكنولوجيا جديده النهارده عشان تقليل المياه مثلا في الزراعه. ما يعني المياه وروافد المياه وترقيه المياه الامنه الصالحه للشرب، مشاكل البيئه اللي تؤثر على المياه، المشاكل ثقافه التعامل مع النفايات ومع مصادر المياه بصفه عامه سواء كانت من ابار او انهار او غيرها، في التعامل معها ثقافات كثيره جدا. كم المياه المطروح لو احسن استغلاله يكفي، لكن هناك صراعات على المياه ودفوع بصراعات من جهات خارجيه اخرى تخلق مشكله لمصالح خاصه بها. فعلى جميع انه ياخد بقى يعني، وطبعا القصه مرصوده كويس. انا اعتقد انه الموقف العالمي لازم يكون واضح ومحدد في مثل هذه المسائل. اما موضوع الطاقه ده موضوع حيوي جدا، وده مشروع المستقبل كله، وده برضه لا يقل عن الميه في اهميتها، لانه من غير طاقه لا هتقدر تعيش ولا تسكن ولا حاجه. الهدف النهارده بقى بنتكلم على الطاقه النظيفه، الطاقه المتجدده، الطاقه المستقره والطاقه الامنه. الطاقه النظيفه بتعني انها تيجي من مصدر نظيف ما يعملش وراه مشاكل بيئيه. طبعا الوقود الاحفوري بيعمل مشاكل بيئيه، النفط والبترول اللي طالع منه بيعمل مشاكل بيئيه، الغاز طبيعي بيعمل مشاكل بيئيه، اليورانيوم والنووي بيعمل مشاكل بيئيه، لكن النهارده الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح هي الطاقات النظيفه، هي الطاقات اللي يمكن تتجدد. لماذا تاخرت المنطقه في التعامل مع هذا وهذا؟ هو لزمن طويل. ما انا هقول لك، هي كانت المعادله ما بين سعر البترول واسعار الطاقه. كلما انخفض سعر البترول كلما انخفض التشجيع على وجود بديل اخر بعيد عن البترول كمصدر للطاقة. لكن لما طلع سعر البترول عالي وعدى ال $100 بدأ التفكير جاد، لأنه الدراسات بتقول إن مصادر التقليدية من الوقود الأحفوري هتخلص بعد 50 سنة 100 سنة بكتير قوي. طب هنعمل إيه بعد كده؟ لازم نخلق مصادر جديدة. المصادر الجديدة دي من مصادر غير تقليدية، هتبقى مصادر الشمس أو الرياح. الاستثمارات عالية. لما تقول لواحد اجيب لك سخان شمسي ب 2000 جنيه ولا اجيب لك سخان ب 200 جنيه ياخد السخان ب 200 جنيه. وبالتالي برضه محطه الكهرباء اللي تكلف 10 مليار ولا 5 مليار ولا تجيبها انت بمليار دولار. ده الفرق. اجيب محطه بمليار دولار، محطه تتولد بالغاز الطبيعي، ولا اجيب محطه ب 5 مليون مليار يورو تعمل بطاقه شمسيه. الانيشال المصاريف المبدئيه للاستثمار العاليه كانت حجر انه يوقف ناس كتير جدا. ارتفاع سعر البترول بيشجع تنميه التكنولوجيا في صناعات السولار سيستم، وبالتالي النهارده التكنولوجيا المتطوره هتؤدي الى صراع شركات كتير جدا. دلوقتي في السوق في مجموعه كبيره جدا من الشركات دخلوا المجال ده وعملت التنافسيه، هتؤدي الى تخفيض الاسعار الاستثماريه، وتؤدي ايضا الى تامين مصادر الطاقه مصدر جديد، وفي نفس الوقت هيبقى فيها رساله حضاريه جديده للطاقه النظيفه البيئيه اللي كل الشعوب بتشجعها النهارده، والحكومات هتدي عليها مزايا لمن يقوم بهذا العمل فيها. هتبقى في مزايا خاصه لمنتج الطاقه من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح عشان يشجعوا الاستخدام فيها. دي المنظومه. طبعا هناك منظومة بقرارات وقوانين وتشريعات تحتاجها الفترة الجاية من أجل ذلك. وفي نفس الوقت المنطقة كلها ككل لازم يعودوا يرسموا منظومة الطاقة، لأنه قد يكون هناك مصدر للطاقة موجود في 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 مصر أو في أي بلد عربي ينتج ويصدر إلى كل المنطقة. هنا المشروعات القومية كبيرة، ده اللي احنا بنقوله بقى اللي يخش البنك يمولها، قد تكون للطاقة، قد تكون للبيئة، قد تكون للتعليم، قد تكون مشروعات حيوية كبيرة جدا تفيد على تنمية هذه الدول. هذه المشروعات الحيوية أنا لها الأوان أنها تكون محل يعني اهتمام كبير عشان نشوفها على أرض الواقع.
التعليم وقد ذكرته الآن، ما هي أفكارك بالنسبة للتعليم؟ لأن التعليم هو استثمار في بنية تحتية قد يكون أهم من الطرق. التعليم هو التحدي الكبير أمام كل الشعوب، والتعليم المستمر اللي يعلم النهاردة وينمي العقل واليد، زي أنت تشتغل بفكر جديد متطور لصناعات المستقبل، بعلوم المستقبل تعظم فيها القيمة المضافة. هو ده التعليم الحديث. وسائل التعليم للمدرس وللتلميذ وللمدرسة وللمقررات، هو ده الموضوع الجديد النهاردة، وده هو التحدي اللي بيتحدى فيه كل الشعوب. لأن القيمة المضافة مش هتيجي من واحد جاهل ولا من واحد غير حرفي مش مدرب، إذن التأهيل والتدريب والتعليم وثقافة التعامل مع الكلام ده كله، لربط القوى الإنتاجية بتكلفة الإنتاج بالسوق هو المحور الأساسي. هل البرلمان سيحاول دفع الحكومات في المنطقة أو تشجيع الحكومات طبعاً على الإنفاق على التعليم؟ هم مش مختلفين، بس هي مسألة إمكانيات. كلهم متفقين على التعليم وأهميته، لكن احنا عاوزين نستورد الأفكار التكنولوجية الجديدة في التعليم عشان نوطنها في الداخل. عايز إمكانيات، مين يدفع ده؟ قد تكون هناك مساهمات ومنح وإعانات للتعليم في جنوب المتوسط. دي كلها بتيجي نتيجة استراتيجية متكاملة بتدرس وتسوق ويقدر ويقيم فيها التفاعل مع الأحداث دي. التعليم قضية أمن قومي كل الدول، قضية في غاية الأهمية، ويجب أن تكون هي محور الصدارة لجميع البلاد في الفترة القادمة. أستاذ محمد أبو العنين، قضية اقتصادية مصارة عالميا، حرب العملات بين الدول المختلفة إلى أين؟ والله كل واحد بيشوف مستوى اقتصاده فين وعاوز يصدر ايه ويبيع ايه، ودي حرب موجودة مرة مع الصين ومرة مع أمريكا ومرة مع الاتحاد الأوروبي. لكن شوف، الدولة اللي بتخفض سعر عملتها بتستفيد ان كل بضاعتها بتصدر للخارج، وخصوصا الدولة الصناعية الكبرى معظم انتاجها مش السوق المحلي بس. كلما ارتفعت سعر العملة كلما يعني كان ذلك دعوة الى ترك هذا المصدر والتفكير في مصدر اخر. البلاد النهارده اللي احنا بنتكلم عليها العملات بتاعتها حاسه ان في ظلم، اليوان الصيني حاس انه غير مقدر، وطبعا اليورو نزل وبعدين طلع مره واحده، والدولار قاعد بيشوف موقعه فين. هنشوف كل تاخير كل فتره من الفترات الجايه دي. هم طبعا البنوك المركزي في كل مكان بيدرس وبيشوف يعملوا ايه، وقد تكون هناك مفاجآت الفتره الجايه لانه مش هيرضوا على الامر ده. وارجو ان يكون مفاجآت رحيمه بالمستهلكين وبالتجاره الدوليه عشان الكل يعيش في امان وسلام، لانه الامن الحقيقي هو الامن الاجتماعي النهارده، الامن الحقيقي الامن الشعوب اللي عاوزه تعيش وتهتم بنوعيه وجوده الحياه. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الخاصة التي نقدمها من مدينة مراكش في المغرب بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ضيف هذه الحلقة هو السيد مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي. مستر مسعود أحمد، السيد مسعود أحمد، مرحبا بك إلى برنامجنا. كيف تقيم العالم العربي وهذه المنطقة، منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كيف تقيم قدرتها التنافسية في العالم؟ هذه المنطقة خرجت من فترة تعافي، السنة الماضية كانت سيئة على المستوى العالمي، لكن المنطقة لم تعاني كثيرا، ولكن هذه السنة مستويات النمو بدأت ترتفع، وصلت إلى 5% للأسواق الناشئة في المنطقة، و5% هي أفضل من العام الماضي، ولكن هي دون النمو الضروري لخلق الوظائف الضرورية للشباب. لهذا التنافسية أساسية، لأن هذه المنطقة تحتاج معدل نمو أكبر، ربما 6.5% في السنة لخلق الوظائف. وفيما يتعلق بالتنافسية، بعض الدول تشكل مثالا مهما للصناعات الناجحة، وبشكل عام يجب أن تحسن أدائها في مجال التنافسية. ألاحظ أنك تركز على دور المرأة في التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة،
كيف ترى دور المرأة في التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة بالذات؟ في هذه المنطقة مشاركة المرأة في قوة العمل هي أقل من مناطق أخرى، ومن الواضح أن جلب المرأة ومهاراتها إلى قوة العمل مهم للاقتصاد، ولكن أيضاً لتحقيق قدرات النساء ولإعطائهن الخيار الضروري. وهناك أيضاً مثال جيد في القطاع العام، مثلاً لو أتينا عبر المطار إلى دولة ما وانتقلنا إلى المؤسسات العامة، نرى المزيد من النساء يلعبن دوراً، وهذا يشكل قدوة للنساء في مجال الأعمال والحياة العامة. والمسألة المهمة الآن هي تعميم الممارسات الجيدة وإعطاء المزيد من الخيارات للمرأة لتساهم في قوة العمل، وهذا سيحسن أيضاً التنافسية والنمو في المنطقة. هل لديكم مخططات في صندوق النقد الدولي لتعزيز مهارات المرأة لكي تساهم بشكل أحسن في هذا التطور؟ فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، نركز على مستوى الاقتصاد الكلي. نرى مثلاً كيف يمكن إدارة الاقتصاد العالمي بطريقة تؤدي إلى استقرار وإلى نمو، ونحن لا نتدخل كمؤسسة في الاقتصاديات الجزئية والصغيرة، ولكن نرى أن المنطقة لديها قدرة في تعزيز نموها وفرص كثيرة وأمثلة كثيرة ناجحة. لذلك نتمنى أن تتعمم هذه الأمثلة وتسمح للمنطقة بأن تتطور.